بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في حلقة جديدة من سيتي سكاي لاين. اليوم عندنا المدينة الموعودة اللي كنت أقول لكم في مدينة هني لازم تستوي. فكنت أفكر، مش كنت أفكر، لازم الحين نحول الماي إلى مكانه الأصلي، بس محتاجين نبني المدينة أول مثل ما قلت لكم. بدون ما نبني مدينة ما منا فائدة، خلونا نسوي هني دوار ونعدل مال الكهرباء بناء على الدوار هذا. انزين هلا بند الفيشن ستوب هذا ويجيب لنا شارع شارع يكون رايح وراد هاي واي. تقولون هذا رايح راد ولا هذا رايح راد؟ اظني اتوقع هي المفروض رايح راد. انزين مش متأكد لأن في شوارع جديدة. زين خلونا نحط شارع هاي واي، أو ليش نحط شيء كبير؟ خلنا نحط لين صغير، مو مشكلة. خله مفسيدة، ما عليك، أنا راضي فيه مفسيدة، بس لأنه نشل هذا مهني، نشل هذا بالطريقة هاي، وبنيه بالراوند أباوتور مالنا تقريبا بيرفكت استوى. بس شو؟ خلنا نرفع هذا هني شوي عشان يكون منطقي. دوار يلف يسار ودوار يروح سيده، حق اللي بيروح الدوام، حق اللي بيرد من دوام، حق اللي بيسوي فيه شغلات. بس لازم نضبط شويه الاوضاع بالطريقه هاي. انزين المدينه بتكون هنا باختصار مدينه وايد 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 بيسك، اساسيه جدا 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 جدا. ليش؟ لان هني لازم اربع شوارع وباركنات، لان هني بناخذ وصله من هني وصله من هني وصله من هناك، محلات هني بيكونون. فخلينا حاطين لنا شارع حول المدينة ماينس 3، مو مشكلة عادي بالطريقة هذه. النفق ابوك النفق، قرب دنيتي النفق. خلنا نختار هذا الاوبشن ونخليه يعدل الامور، بناخذ الشارع الرئيسي في الوسط. والحين شو لازم اسوي؟ اجيب الارضية على اساس اني خلونا نرجع شوي بالطريقة هاي احسن. هي وايد احسن، وايد احسن. انزين بني بشوارعنا الاربع شوارع الصغار، تذكرونهم هاي الصغار، ابو اربع شوارع، لان عندنا ميديوم رود، عندنا شارع صغير بس تقيل. ليش؟ هالمدينة راح تكون كل ابوها عماير، هاي راح تسوي لنا الطفرة السكانية شوي عندنا. فلازم نسوي فيها عماير، بنسوي فيها مركز خدمات نفس ما عودتكم. الحين لازم مركز خدمات، شارع صغير، ونفس الشارع هذا راح يكمل الفريج مالنا. تقاطع من هذا وتقاطع من هذا الشارع، وخلونا نسوي سالفة المربعات هنا. بالنهاية مدينة هدفها تكون عملية، مش مدينة تكون مثل ما تقولون، كيف أقولكم، مدينة تكون عملية ما تكون شكلية يعني. للنهاية في نهاية اليوم 90% من اللي راح يشوفونها عمالة، المفروض يعني انها عمالة، مش الناس تشتغل، ناس بتروح المكتب، ناس بتروح الدكان، ناس بتسوي شيء. مبدئيا لين تجهز المدينة خلينا نحول الماي، بعد نبى ماي هنا في مكان حق الوصلة، خلونا نوصله بالطريقة هاي. انزين الحين عندنا الشوارع الثاني، الشوارع الثاني طبعا بعد ميديوم رود، كمل دربة من هني لين هني، الحبيب يكمل دربة من هني لين هني. بس مخرج ومدخل لهالسبب بحطي دوار هني، دوار هني، لان هاي الدواوير. خلنا نعدل بس كان اساس شكله يكون مرتب شوي. زين الدواوير هاي مداخل ومخارج، ولازم والله بديت استعمل شوي بزيادة الدواوير، بس اتوقع انه اوكي. ليش؟ لان مثلا هني انا بدخل هذا
وابغى احطي لحظة لان هايل مشكلتهم الورع الا طيب هني زين خلني بالشارع اني بالدوار نكبر هالدوار حبة لان هالدوار راح يكون دوار جاي من الخارج بالطريقة هاي نكون غطينا هالمدينة تقريبا. الكهرباء والسوالف هاي راح تي وين؟ هني ما في موارد هني صح؟ في موارد صناعية. الكهرباء راح اجيبه هني. شوفوا هالمكان. اي شيء عندنا كهرباء راح يكون وين؟ هني. بالطريقة هاي بسوي مكان خدمات صبر. خلنا نحط عماير. خلنا نحط عماير. مش هاي سوري. خلنا نحط عماير. جيلنا هني مجموعة عماير. بخبركم شو بسوي الحين لأن موضوع يباله شوي ترتيب. هاي مدينة بس حق خلنا ما نحطي هني. هني بيكون في حدائق وخدمات. إذا في محلات تجارية بيكونون هني على أساس الإزعاج. بعد بيوصل لهم شوية بس مش وايد. انزين حطي لنا بيوت هني ونبا هني عيادة كريماتوريوم. في مكان عندي قياسة هذا هذا ممكن نحطي مكان بعيد حتى عادي يعني تعرفون شو خلى على شارع منو بيكون ما يستوي. خلينا اول شيء نعدل هالمكان. ما يستوي. نصغر البرش ونجيب هالبرش ونستوي. الطريقة هاي. والله ما اظن بيعدل من شيء لحظة. لان هذا الا بنحطيه صوب الثاني. وعندنا ملعب بيسبول. يبالي بروح حلقة. انزين. الحين هذا الكهرباء خلنا نحط جانب المدينة إذا على طول خط كهرباء موجود الطريقة هاي الحلو لهم شبكوا ترى السيماتوريوم هذا ما عنده مي أفا المدينة اللي بتنتج مي كيف ما عندكم مي وين السنبنج مالي شغال ولا شكله ايوه يبقى هذا زين الحين نبى خدمة مطافي خدمة شرطة خلينا نشوف المدخول مالنا بس وعيادة هني في الوسط ونبى حدائق يابانية بنحطي حديقة حديقتين حاليا بس هالحديقتين الموجودات بنحطي هذا على مساحة طيب نحطي هذا على مدخل المدينة اللي هني بكهرباء الكهرباء بتيلة مع الوقت ما عليه انزين هاي العماير الحين شو الهدف منها ان نحن نجيبهم في منطقة هني جديدة المنطقة هاي راح تتقسم لقسمين اللي هو القسم الاول خلنا نسوي لهم مكان هاي الاساس يخدمون هالمنطقه بس هذا القسم الاول اللي هو شو قسم يا اصدقائي كهرباء زين وراح نسوي حاليا بالطريقه هاي ما راح ازيد شيء نجيب هذا ونسويه مش افضل خطه قاتل ويبين المكان شوي محفوظ انا ما كل باقي ما علي بعدلها صبر و لكم نفس المستوى نايس انزين بالنسبة لهذا الصوب راح اسويه سموث ما بيبين انه محفور بيبين قسم واحد بس والنيب هني الشارعين اربع شوارع صغير هذا حلو صراحة واحد اثنين
أربعة الشوارع الصغار. الحين الشارع الصغير هذا ما أحس لها داعي 100%، بس خلوا موقف اللعبة عندي 73,000. انزين وين محطات الكهرباء؟ هاي محطة، محطة شو؟ أويل. هاي الأويل أبا محطة كبيرة هاي، إلا الأويل نعقه هني حلو. المحطات الباقية كان عندي محطتين صح؟ غيرهم؟ هاي الثلاث صح؟ هاي بنهدمهم، بنا هاي الكول فحم البترول شوي تلوث أقل، وفي نفس الوقت ينتج أكثر وايد. الحين هذا بيكون عندنا شوي مشكلة إذا هذا بعيد وصل. شوف إيه وصلنا وصلنا زين. الحين عندنا مشكلة في الكهرباء، بيكون طبعا لازم بتنزل الكهرباء، مش مشكلة فعلية بس خلنا نوقف اللعبة ونجيب الكهرباء اوفر هيد لاين من هني لين بخط من الشارع لين الشارع. وبحاول هني اعرف ان الكهرباء توصل، بس ابا نقطة هني لين هذا. خلنا نهدمه يا جماعة، لا ليش نهدمه؟ هذا لازم يتوصل من هني لين هني عند المطاحن. خلنا نشوف بيوصل الكهرباء، ما وصل عادي، ما وصل لك نقطة جديدة. خلنا نشوف بيوصل. طيب غصب بيوصل. انزين الحين هذا معناها بيمد الكهرباء، تشوفوا المدينة كيف مرة ثانية اشتغلت. انزين الحين لازم حطيلنا مصنع كول ثاني، فحم ثاني، بس في عندنا مشكلة، الموارد بتخلص عنه إذا ما كان مشبوك في شو؟ في شارع عام. نحن شو بنسوي؟ نبغى نشبكه في هذا المكان. شو رأيكم دوارة هنا بعد؟ بس صغير أصغر، أحسه أوكي بيكون. هي أوكي دوار هني، والمعضلة الثانية نبغى قطار يوصل سامان، لأن هذا إذا خلص عليه البترول وهو وايد بعيد عن الهاي واي مصيبة. بعدنا نحن الشارع مفروض سيدة صح، بس في نفس الوقت صح الشارع سيدة لكن في زحمة على الشوارع عندنا شوي كما تستوي. وهاي مدينة تماما مختلفة عن باقي المدن. حطينا بيوت هني، حطينا بيوت. لأنه وايد لفات للشارع هذا وايد. زين خلوني تعرفون شو أسوي إذا هذه الحال عنده، نجيب سكة ثانية هي قطار هذا، نجيب سكة ثانية إن هناك بتكون منطقة شوي صناعية كبيرة بعد. نزلت تحت يا معش، بس لازم أشل تسعة، بس كفي تسعة not enough money. ليش كم يبغى له فلوس لحظة؟ إلى بيجيب بوقفة هني، هني بيجيب حشرة حق هذا، بخلي شوي سوالف بعيد عنه. أظني هذا في حفرة بيكون أوكي، ما عليه ما عنده مشكلة. إذا بيجيب قطار خلني أجيبه لين هني بيكون مكان زين، أتصور بيكون مكان زين. فخلنا نجيب الدوار هذا الشارع، سوي مكان حق القطار. هني بيقعد القطار مالنا، بس لحظة حالة. ايوه حبيبي
هبل. ايوه اوكي نايس، وصل لك الخدمات، وصل لك الخدمات. هذا معناه اذا حطي قطار هني شحن، قطار شحن وايد حشره بيكون. ليش ما احط قطار الشحن هني واحط قطار؟ لان القطار شيء وايد مهم ترى، القطار بيكون وايد وايد مهم في عمليات المكان هذا. ف خلوني افكر. خلاص الشارع من هني الطريق. ناس هني بالشارع من هني لين هني، بنحط دوار. ادري في ناس بتعترض على الدوائر، بس ما حطينا قبل دوائر بالكمية والطريقة هاي. وايد حلو انه يكون عندنا دواوير الصراحة، يعني من فترة خاطري مشروع دواوير وما سويت، فالحين قاعد اعوض اللي كان في خاطري قبل. السنة اللي قبلها واجهت وايد مشاكل في المودات، لدرجة اني كنت ضبط الاوضاع الحين مع المودات. خلنا نقطع هذا حبة، انها شكله مش منطقي ابدا. هذا الزين في العالم الطريقة هاي. هلا تشوف كيف قدرات تركب. قطار الناس لوب تو ستيب. زين هني كيف وضعه؟ هني بيركب. اوكي هلا السلوك التالي نيب طول مالنا هذا، وناخذ منطقة وسطية ونسويه بالطريقة هاي. حلو، شوفوا بنزل شارع، بخلي شارع لين هني الطريقة هاي، خلي شارع لين هني عادي، بعدين بنزله تحت، بعدين بوصله منه في هذا. رجع كيبل الكهرباء مالنا بس. اوكي رجع كيبل الكهرباء مالنا، وهني نحطي من ورا القطار نفسه. القطار نفسه الحين بيركب هني. حلو، وهني نفس الشيء نسوي فيه، والمكان الحين نفس العاده بنسوي له سموث. هني بالشارع ناخذ نقطه وسطيه، شوفوا نقطه وسطيه في الوسط مره زين، الطريقه هاي زين، بس هاي شكله بوصله برا على المدينه، لان خلاص اثنين على نفس التقاطع ما ينفع. زين نزله هذا هني، نسوي بالطريقة هذه، هني بختار الناس ويركب هني نوعا ما. هذا هني خلنا نشيل هذا مهم. نزل الشارع من هني لين لين هني، يبقى هذا شوف اذا يركب. اوكي يركب نايس. ممكن عاد نحن شو نسوي الحين على اساس انه نقول والله كله متساوي، نرفع هذا وهذا وهذا، نرفعهم شوي فوق، نرفع هذا بروحه شوي فوق ما يستوي. نقدر ننزل هذا بس ما له داعي. انزين وني بالشارع هذا نسوي له انحناء بسيط توب تو ستيبا، وما يحتاج فعليا اصرف اي شيء ثاني، ما يحتاج. انزين الحين يبان اني بسكة القطار مالنا من وين؟ من اخر الدنيا. خلنا نشوف تحت الارض وين صارت هاي النقطة مالنا. تكون نقدر نيبه من فوق غير ما نزلت تحت الارض.
اذا امتدينا ورم معدل الجسر. خلوني اجيب هذا. ايه هذا المكان حلو، بعدين بنرفعه بسوي لنا نقطة نيلين نيلين هني، بس بيقطع علينا خط الكهرباء هذا. خلوني أفكر، خلوني أفكر. نجيب هذا نيلين نرفع الشارع هذا بدل ما ننزل الفار، خلي فيه مرفوع. هايوي هذا دوبل يرفع فوق تحت الصفر. فكرة حلوة بس هذا لين هني وننزل وين لين هني ونرد نوصل الكهرباء. طبعا نرد نوصل الكهرباء بطريقة عدلة، وانزل القطار من وين؟ بدل ما يجي من اخر الدنيا. بنزل القطار من وين؟ من هني. ان شكله مشروع ناجح. ايه مشروع ناجح بيكون. هني بالقطار لهاي النقطة. طب خلنا نضبط الامور الحين. ان الفكرة للحين مش كاملة. دقيقة. انزين. ان هذا لازم يكون فيه تشعب، هذا لازم ينقسم هني. ابا اقسمه ما هني اقسمه، والله ممكن تضبط. ابا اقسمه جنب الشارع عسى بيكون وقفة الشارع مبررة، يعني في سبب ليش الشارع واقف. خلونا ما بقى نزل تحت وايد، انا ابا ابر قلنا شل هاي يد هذا هي بالشارع من هنا هنا بنسوي له ابجريد الى هذا برمك هي ابجريد ما يستوي الشارع نفسه يبغى له ابجريد. شوفوا الحين هذا ما بيرتفع الفاضي، ما بيرتفع الفاضي في مكان القطار. اوكي يبين انه مسوي مكان القطار، بس هاي النقطة اول شيء مش وايد منطقية. ابغى القطار يرتفع بس حد معين، هو عن ما انه يبين يابي هي الحين ممكن احس شوي ممكن يكون الطريقة هاي شوي ارفع شوي الحين ممكن يرتفع القطار، قبل لا. خلونا نرفع شوية من هني للنازل من القطار ما يدعم الشارع. هي الحين ممكن تم نزلين القطار يبينا لين هالمكانين. هلا وصل لهم ماي ماي كهرباء. شو كنت بسوي بالكهرباء انا مهني ليه
لين هني هذا اي النقطة، هذا النقطة هذا النقطة، يعني هذا العمودين مسواي حق منو؟ حق مر فوق سكة الخضار، واللي هو حلو يعني. زين الحين خلينا نضبط الأوضاع هني بالذات. ايوه هاي الحين شكل المكان ارتب وايد. وين نحن كبشر مكان هذا غصب. تضبيط المكان زين. اني بلهم عواميد كهرباء. لحظة انت عندك كهرباء من نفس. خلنا نشوف. اوكي القطارين اشتغلوا. انا اتصور انهم مش مشبوكين في بعض ترى، لان هذا مره ما طرش مكان ثاني. فخلوني اجرب اجيب هذه النقطة. اشبكه مو بوكي. لا مو بوكي. بجيب هاي النقطة بكها. وين خلا لها بندنج نقطة هاي بكها في هذا. لو اني بسيدة لين هني اني بسيدة لين هذا المكان على اساس يكون فيه شوي عنا شكل الفنان يكون نسوي له انحناء بالطريقة هاي. ايوه هذا التقاطع مشبوك مشبوك. انزين في مجال ان نوصل هالاثنين في بعض؟ سؤال. يب يا سلام يا سلام. شوفوا 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 كلام ترى كبير. هذا اسميه كلام كبير. اسميه كلام على طول. القطارات اشتغلت على طول. وهذا ميزة. بس والله شكله قمت اتعلم اسوي ديزاينات يا جماعة. شوفوا القطارات كيف قمت اسويها. الاول كانت فوضى. كان يوم اسوي القطار الاول كان معناه انه العيد. زين الحين خلنا نسوي الفكرة الثانية. الفكرة الثانية هي عبارة عن سيارات القمامة. سيارات القمامة وين راح تعيش؟ راح تعيش في مكان بروحها هني، اللي هو ابا يكون شو براويكم. سيارات القمامة لازم تعيش في، خلنا ناخذ هاي البروش ونرفع شوي وابا شوي انزل. ايوه ايوه هذا هني. هذا شو حفرة. تعرفون ستايل الحفر بنيبة من هني تقريبا. وبنسوي له وصلة للهايوي. هذا بنسوي له وصلات الدنيا. بنفس الوقت هذا نحن نباشو. ايوه على الفتحة هني. نايس. بس بعد ابا نزل شوي دفل. ابا يكون يبين حفرة بالضبط. اني انا اباشو حفرة. زين لوي هني ان شاء الله تلوث ماله ما يطلع برا. انزين نسوي الشوارع الصغيرة هني مرة. هني اصغر شوارع. بس بنبداها بشارع على اساس انا ما اعرف شو بيستوي. زين رايح راد. لا انزين وابا اطلع من هذا المكان في هايوي بعد اثنين ولا خلنا نشوف. خلنا نسوي لنا شارع من هني لين. المهم انه يركب. ايوه شوفوا هذا بيسوي له درب غصب. انا معتمد انه يسوي له درب غصب. طيب زين انا الحين ابغى هني دوار ترى وصل هذا هني الطريقة هاي. هذا راح اطلع من هني لين هني ومن هني لين. ان شاء الله ان شاء الله يوصل. قولوا امين. بس زين بني بدوار رقم واحد. بني بدوار رقم
2 هني بنرفع هذا شويه، وها شارع عام ترى الشارع عادي، وبني بهني هني انا اللي بشوف شو يوصل. شوف مال سيارات الكتر يوصلون كل مكانه. نايس، حطي وحده هني توصل لاخر المدينه. بابا احطي هالصوب لاندفيل اللي هو هني. بس وين صار العجز؟ هاي مركز الخدمات الرائع. بنسوي طريقة جديدة. خلونا هني بتقول العجيب مالنا كل شيء، نعبي الفراغات هني. الفراغات الفراغات بعدين اني بالتول اللي راح يضبط باقي امور. زين نجيب هذا، صغر البرش مالنا، خليه كذا. زين صغره نجيب العيد برش، نجيب هاي. انا ما مانع شويه رمل هني ترى. فكرة رش اللي يربط لنا الدنيا، زين يعبي لنا الدنيا هنا بعد شوي، لأنه بعد لازم يتعبى. زين تحت ما يستوي تفاضي بالطريقة هاي. وهني أوكي، هني نعتمد على السحر ماله لأنه منطقة مفتوحة. فهني وين بيعيش عندنا نحن، وين بتعيش عندنا قمامة المدينة يعني باختصار. واحد اثنين ثلاثة، بخط كهرباء يمتد قريب من هني لين هني لين هني لين أول مدينة. نبغى خط الماي أساس، أظن بناتها ما راح تشتغل بدون ماي. والحين بنيب سيارات منو ولا مباني الكشرة مالنا؟ خلنا نسوي لها موف من هني لين هذا الاتجاه، خلي ان شاء الله مكان حق شارع واحد فاضي. ان شاء الله عاد ما يعندون ويشتغل عدل. ان شاء الله يشتغل عدل بعونت، بس لان لو اشتغل عدل هذا بيكون تصميم خرافي. زين الحين هذا على اساس شله، شو نسوي؟ امبتي لازم نفضيه. بنسوي شارع من هني وبنحط لنا سيارات. خلنا نحط نوم هذاك بنهدمه. حطي كثير حبة، اثنين ثلاث أربع ست. إن شاء الله ما يبي العيد في الحركة هاي، إن شاء الله ما ينزل مدخول مالي بطريقة إني أندم. زين هذا يكون هني وين الوساخة عنا تجمع. الحين هذا قاعد يفضه 70% فل. هذا في كهرباء عنا انقطع من مكان، اي عنا انقطاع من كذا مكان، شيء طبيعي. خلونا نوصل هذا في هذا وهذا هذا هذا في. يلا بسم الله كل شيء بيرد يشتغل الحين. لحظة، يب يا سلام يا سلام يا سلام. هذا الكلام، هذا هو الكلام. ها خلي يفضونهم، عندنا وايد شاحنات، الشاحنات تغطيتها وايد اقوى من استهلاك المدينه حاليا، وايد انزل المدخول مالنا اصلا. بس انا اتوقع انه يستاهل 1% فل. وهي راح يسوون معالجه حق كل النفايات اللي تيهم. الحين كهرباء صار لها عندنا مكان، شو اسمه لها مكان. الشيء الاخير اللي ما سويته هذا شارع كبير، الدوار كبير، لكن نحتاج الشارع الكبير هناك لاخر شيء. فخلنا الصغره نوصل لين اوكي.
هذا في حال حد يبي يروح سيدا لمكان الكهرباء. طار شو اخباره؟ مختارات؟ والله يا ست كل الناس بتجيبه من هناك وبتوديهم، لانه يمكن حد ساكن هناك ودوام هني ما عنده مكان يروح ويرد يعني. فبيكون مكان حلو يعني. وهذا التطور المفروض يكون شغال يعني بما ان الخط مشبوك. بس هذا اظني كان مشروع ناجح. بشكل يعني مشروع ناجح، بس شو ناقصنا؟ جماعة الخير نسوي له ترتيب هني حي. يا سلام. بس والله مشروع شوي خذ وقت هذا. ان نحول هاي. زين الحين الصناعية بكبرها افكر اني احولها وين؟ مكان بعيد هني ما اعرف كيف بينظف. ولا كان في شيء يخليه ينظف بس نسيت شو. لكن المكان الحين التلوث ماله مليون. حلو؟ تعال انت ريسايكلينج سنتر تصير عند ايش يصير عند ربعك؟ وايد ربعك اصلا وايدين، فشو بسوي؟ صرت هذا انت بكبرك جود باي. يس. بس الحين كيف التغطية؟ التغطية ما توصل نفس ما انا تخيلت. هذه مشكلة ثانية. إذا التغطية ما توصل بالطريقة هاي بيكون عندي مشكلة ثانية. زين خل هذا مؤقتا هني. يمكن لازم نسوي إعادة زين. يبغى لنا هني بعد مدخل للمدينة من هني نشبكه في درب جديد ونودي سيدا لين هني. في طريق لنا نحن نسويه أصلا. بس زين عندنا مركز الخدمات الحين اشوفوا التلوث ماله المفروض لا يطلع برا على الإدارة يطلع، بس ما اظن بيوصل الماي. ان شاء الله ما يوصل الماي، بعيد وايد عن الماي، الماي بيكون هني. زين خلني بمحطات الماي من وين؟ هني هي اعرف مش اللي بيب مال ماي مش اعرف المعلومة. خلينا نحط الشارع صغير. شوفوا مكان فاضي بدون خليل. ليش فاضي؟ صلى اخبركم الحين. زين نجيب واحد هني. شارع غلط بعد الشارع. حسيت انه بيكون غلط طول. شبكة بيبات الماي ارفع في شبكة الماي وفي واير كهرباء من قدامه هي على طول. هذا اوفر هيد لازم محطة ماي يعني محطة تحليل لازم بتكون جامدة. زين الحين خلينا نحدد الشارع. بس هذا الشارع الطريقة هاي ونحطي نقطة تحلية يبغى يتفشون. زين يكون هذا اي والله اول مرة تستوي معي ولا انا يتهيأ لي يمكن يتهيأ لي. خلنا نشبككم في بعض. يلا خلي اشتغلوا كهرباء عندهم اكيد. هي ممتاز زدنا انتاجية المي زدنا انتاجية الكهرباء كثير. كهرباء سهل نزيد انتاجيتها الحين ما عندنا مشاكل، بس اذا احتاجنا كهرباء زيادة يعني في المستقبل. والله المكان يصلح يكون صناعية بشكل عام. هذا شو اخبار الاويل؟ اويل ستورد فور 14 ويكس كان 7 دايز. اظني هذا قاعد يشوف شغلة عدل. نسرع اللعبة يقترق عليه هنا. المفروض انك نكتب هذا. شوفوا اخضر يبين عندي. هذا طلع القطار مهني. بس لحظة القطار فاضي هذا ما في شيء. طرقه ما في شيء خرشر يعني. بالنا هني داخل وراهن كم محل صناعية. لا بيكون فكرة سيئة أحس وايد سيئة. انزين شركة الماي والكهرباء وربعها هايل لازم حق يشغلون مشغلين مال عندنا لازم يكون شركات صح. فخلونا نحط شركات هني. منها احتياج الصناعية ترى بعد. ف الصناعية نقص احتياجيتها زين.
بيكون شيء وايد زين. الحين تقريبا عندك الخدمات معادة التعليم، فخلنا نحطي في عند الخدمات المدرسة ومدرسة الثانوية. جامعة ما بحط طبعا، الجامعة درب طويل، خليه يشل ال... اوكي هاي سكول ما بيكفي هنا، لان هالمكان لو كبرناه ما كبرت انا منه الهاي سكول. فعندي شارع خدمات الحسن الحظ، اغطي عليه مدرسة، يغطي هذه الشوية اللي هني، ان التغطية هاي في المدينة صعبة. نحط لنا شارع الخدمات عند الثانوية ابتدائية. المنتري انا حطيته ولا لا؟ المنتري اوكي ما احتاج. هاي سكول باية، جامعة ما نبه، public library users. هاي جديد، الأول ما كان وايد يفرق إذا المكتبة يستعملها وايد ناس، بس الحين على ما يبدو المكتبة زحمتها بروحها يعني، فالموضوع شوي غير. ليش؟ خلنا نحط لنا مكتبة عند الفرنيشة هني. لحظة خلنا نشوف كان حلو، خلنا نشوف شو وضع المكتبة. ليش بس ما حد يستعمل مكتبة؟ هذا السؤال. ما حد يبغى يصير مكتبة؟ يتثقف؟ حطي مشكلة الأرض هاي أنا ما سويتها سيدة ترى في البداية، هاي واحدة من المشاكل اللي قاعد تنفوني أصلا. انزين، هاي كانت حلقتنا لليوم، أظني كفاية. أعطيكم زاوية حلوة، هذا نصورها ثمبنيل. مشكورين على متابعة الحلقة، وقت الحلقة خلص، نشوفكم في حلقة قادمة على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.